يا سلامة، يلا بينا. ماشي يا يلا جماعة، اهدى كده واسمع. طيب ايه اللي حصل يا جماعة هنا تاني؟ التن نسمع التن بيرسنت اوبتيند، وهنا ايه؟ ستورد كام؟ 1%. يبقى ال 1% دي هتبقى اوبتيند باللي بعده، وهيستور كام؟ 0.1، صح كده؟ ماشي. يبقى انا عندي اللي بالريد ده اللي هو الايه؟ البادي ماس، او سوري يعني ايه؟ الاوبتيند اوبتيند، هو يبقى وال 0.1 استورد. ممكن يسأل على حاجتين، خش. هو هنا لما يقول لي ايه من الشمس، لو البدايه فين؟ approximately what percentage of the total energy obtained by phytoplankton. اسمع بس السؤال، لو قال لي انا مش عاجبني، انا مش عاجبني الصوره دي، خليني اعملها هنا. الفايتوبلانكتون مش عايز وش يا جدعان، عشان ما اهزقش حد الله يرضى عنه. يعني حصه النهارده هي معتمده تماما على ان انا ابقى رايق، لان انا ما بشتغلش الحصص دي، انا ببقى رايق وايه، واقوم بقى اقعد اجاوب واجيب لك حته من قدام وحته من ورا وحته من النص، واربط شابترز ببعض، فاللي هيعكرني همشيه. قشطه، تمام، حفاظا على ايه؟ على مصلحه الناس كلها. يعني نشوف كده، فايتو بلانكتون ماشي، اكلوا ايه؟ زو بلانكتون صح، وبعدين اكلوا سمول فيش ولا سمول ايرد، وبعدين اكلوا ايه؟ لارج ايرد صح، مش هم 4 ليفلز؟ طيب بص يا معلم بقى، هنا يقول لي ايه؟ لو قال لي وات ذا او اللي هي فين السؤال؟ صيغه السؤال ايه؟ ابروكسيميتلي وات بيرسنتج اوف ذا توتال انرجي، ماشي؟ وات بيرسنتج، بيرسنتج اوف ذا انرجي، بص هنا كده، اوبتيند باي فايتوبلانكتون. لو هنا بيسال على الانرجي اللي هي جايه للفايتوبلانكتون صح؟ اللي هي جايه منين؟ من الشمس. هو كده خلى الستارتنج بوينت بتاعتي ايه؟ الانرجي اللي جايه للفايتوبلانكتون صح؟ بص هنا كده معايا بقى، ثانيه واحده اعيد ترتيب افكارك. الفايتوبلانكتون نبص كده هنحلها ازاي؟ الفايتوبلانكتون هنا جاي له 100% من الشمس صح؟ او اعملها كده، انا هعملها لك كده تاني. جاي له 100% انرجي من الشمس، هي كده ايه؟ خلى بدايتي ايه؟ خلى الستارتنج بوينت بتاعتي ايه؟ الانرجي اللي جايه للفايتوبلانكتون، تمام؟ فكده الانرجي اللي جايه للفايتوبلانكتون جاي له كام؟ 100% صح؟ دي الستارتنج بوينت بتاعتي. الفايتوبلانكتون اخذ من ال 100% دي كام؟ خزن فيها 10%، استخدم 90 وخزن 10% صح؟ يلا بينا، خد ال 10% خزن منها كام؟ واحد. خد ال 1% خزن منه كام؟ 0.1. خد ال 0.1 خزن منه 0.01. طيب ده كده فين؟ ده أول حاجة ماشي؟ طيب هات لي ده كده، ما بنش كوبي هو صح؟ ما علينا. طيب نعدل السؤال بقى تاني. لو قال لي بقى إيه؟ الصيغة اللي مكتوبة عندك، what percentage of the energy، قال ايه هو هنا؟ ثواني كده، of the energy in the phytoplankton، تمام؟ in the phytoplankton. ال 10% دي بقت ال 100% بتاعتي، تمام؟ انا ابويا اداني 100 جنيه، تمام؟ خليت معايا منهم 10 جنيه، تمام؟ انت بقى جيت خدت مني ايه؟ خدت مني جنيه، تمام؟ انت كده خدت قد ايه من اللي ابويا اداهوني؟ 1%. طب خدت قد ايه من اللي معايا انا؟ 10%. وصلت؟ لما يقول لك البرسنتج من الانرجي اللي خدها الفايتوبلانكتون، اللي موجود هنا، تمام، من التوتال اللي جاي للفايتوبلانكتون، انا كده اللي جاي للفايتوبلانكتون هو ال 100% بتاعتي صح؟ طب لما يقول لك البرسنتج من اللي عند الفايتوبلانكتون، اللي عند الفايتوبلانكتون دلوقتي هو ال 100% بتاعتي،
وصلت زي ما انت ايه اقول لك اهو قلت لك ايه لو قلت نسبتك كم اللي ابويا ادهوني انت خدت واحد من ال 100 جنيه تمام فنسبتك 1% طب نسبتك كم من اللي موجود معايا واحد من العشرة ده يعني انت نسبتك 10% يبقى النسبه هتتغير على حسب انا بقول لك انت نسبتك من مين تمام طيب بص بقى عشان في لقطه صغننه هنا what percentage of a of the energy obtained by phytoplankton دي مالها بقى in the bio mass of the large عزت طلعت كام 0.1 صح 0.01 دي تمام طب لو قال لي what percentage of energy obtained by phytoplankton مالها بقى هنا ايه في البايوماس يبقى شفت اللي متخزن صح طب لو قلت ايه what percentage of energy obtained by phytoplankton obtained by large fish السؤال هنا اختلف صح صح معايا وما تحسش ان الدنيا مغمقه ركز في الالفاظ وهتعمل ايه وهتعمل طريقتين الاوبتين ده حاجه والستور حاجه الستور ده هعملها لك واحده واحده اهي تاني بص كده الفايتو او خليني بقى بغض النظر عن الايه ادي واحد اثنين ثلاثه عشان ما اقعدش اعيد في اسامي اربعه تمام ده كده اوبتند كام الاوبتند 100% صح طيب والستورد يبقى كام استورد 10 ماشي طب ده كده هياخد ايه هياخد 10 ويستور كام ويستور 1 يبقى ده هنا هياخد كام 1 ويستور كام 0.1 وده كده هيوبتين كام 0.1 ويستور كام 0.01 يبقى لما يقول لك what is the amount of energy obtained by 4 يبقى ايه 0.1 طب incorporated in the biomass of 4 يعني اللي خزنه في جسمه كام بس خلاص اهو ثانيه واحده كده اهي دي كده الايه الobtained ودي كده الايه اللي stored طيب صيغه سؤال نمبر 1 البرسنتج اوف انرجي obtained by 4 دي كده ايه 0.1 طب البرسنتج اوف انرجي incorporated او in bio mass of 4 يبقى 0.01 هو هياخد كام 0.1 هيخزن كام 0.01 ده كده لما ايه لما يقول لك كده بص percent of energy general هو كده خلى الانرجي بتاعتك بدايتها الشمس صح ما خصصش تمام المحو اللي على وشك ده انا حاسس ان انت لال طيب لو باط بقى زي السؤال اللي هو كاتبه لما يقول لي بقى الايه البرسنتج نمبر 2 هنا صيغه ثانيه البرسنتج اوف انرجي اوف phytoplankton البرسنتج اوف انرجي اوف 1 ثواني كده اشيل ده كده ما بتمسحش ليه ايوه يبقى انا كده هبدا ال 100% بتاعتي منين من الفايتوبلانكتون نفسه البرسنتج اوف انرجي اوف ذا 1 ستورد واوبتيند نعمل ايه بقى هنا بص معايا كده لمزه قلت ولا صح نعمل ايه هنا بقى ركز معايا هو كده خلانا ابدا بمين 1 صح ادي 1 2 3 4 1 ده بتاعي اللي هو الايه ال 100% صح ده كده الانرجي انا عشان الجاب بقى ما يجيلكش من هنا كميه الانرجي اللي في نمبر 1 هي ايه 100 جرام صح ماليش دعوه بقى بكانت هو بيقول لي دلوقتي الانرجي اللي موجوده في 1 الماس بتاعت نمبر 1 الفايتوبلانكتون الزرع وزنه 100 جرام ده وزنه اللي موجود دلوقتي ده اللي متخزن فيه يبقى اللي هيتاكل ايه ال 100 جرام على بعض وصلت يبقى اللي بعده هياخد ايه هياخد ال 100 دول يخزن منهم كام 10 واللي بعده ياخد ال 10
يخزن منهم زيرو واحد سوري، واللي بعده ياخد الواحد ده ويخزن منه كام 0.1. يبقى لما يقول لي stored يبقى 0.1. طب obtained اللي خده واحد. وصلت صاحب ال 100% ديت اللي هي اصلا stored، هي 10% من اللي جاي. نصحصح بقى عشان انا ايه اشرح شابتر 12، بس هتلاقيني براح جاب بقى حاجات من شابتر 1، حاجات من شابتر 2، مدخل حاجات في بعضها 12 و16 الاثنين. تمام. يبقى انت في السؤال اللي زي ده بتعمل ايه؟ بتشوفه هو بيقول لك ايه، عايز بيسال على الاوبتين، ولا لو قال لك incorporated in biomass، عشان انتوا بتهنجوا لما يستخدم كلام مكلكل، اللي متخزن في البادو في البايوماس اللي انا اخدته خزنته في جسمي اللي هو كام 10%. تمام. عايز ايه؟ يبقى هنا الرسمه دي غلط، انا مش بادئ ب 10%، انا المفروض بادئ ب 100%. ايه؟ ايوه. لا دي اللي هي المفروض ستورد ده الكلام ده من الشمس. ايوه. لو قال ايه، لو قال وات از ذا بيرسنتج اوف انرجي اوبتيند باي ذا فايتوبلانكت، يبقى هنا ساعتها الايه الفايتوبلانكت اوبتيند 100 وخزن 10. انما وات از ذا اماونت اوف انرجي اوف ذا فايتوبلانكت، خلاص انا الفايتوبلانكت هو البدايه بتاعته، هو ال 100% بتاعته بايو ماس. خلاص ايوه ستورد ان ذا ايه ذا لارج موس، ده هنا ستور. طب لو قال لك اوبتيند باي ذا ايه لارج موس، لا هات الرقم اللي قبله، يعني فايت بلانك 100 السوبر بلانك 10، هيبقى 10 وبعدين ده واحد وبعدين ده 0.1، ده الايه ده الستور. لا ده الاوبتين، اوبتين ده 10 اوبتين ده 1 اوبتين ده 0.1. طيب يبقى ستور ده ايه 0.0. لا يا عم انت كده لخبطت الدنيا، ده هنا اللي متخزن فيه كام 100، اتاكلت ال 100 زي ما هي. يبقى ده اتاكل منه 100 وبتند 100 ستورد ايه 10، اتاكلوا ال 10 ماشي وبعدين ده خد ايه 1، هيستور كام 0.01 سوري 0.1 ستورد، وده هنا ستورد، وده هنا ستورد ماشي، وده هنا ايه الاوبتين اللي ستور فيه كام 10. مستر ازاي فايتوبلانكتون والزوبلانكتون 200؟ انا وضحتها ايه، الفايتوبلانكتون ستورد فيه 100، فاللي بعده اوبتيند 100 اند ستور 10، فاللي بعده اخر. ثانيه ازاي الفايتوبلانكتون ستور 100؟ هو مش بيستور 10 بس؟ انت دخلتي متاخر؟ لا داخله معاك وبعدين. ابروكسيميتلي وات از، انا ابويا مديني 100 جنيه، انا خدت منهم كام؟ او هو اداهم لي دلوقتي، انا بقى معايا كام؟ 100 جنيه ماشي؟ ماشي؟ ماشي. طيب حوشت من ال 100 جنيه دول 10 جنيه ماشي؟ ماشي. ده او سيبنا بقى مش ما تخليناش نبعد بعيد، ده خد مني ال 10 دول وخزن منهم واحد ماشي؟ ماشي. طيب هو كده خزن كام من اللي انا ابويا كان مديهولي؟ ايه خزن كام كده؟ خزن واحد من ايه؟ من 100 ماشي؟ ايوه ماشي. طب خزن كام من اللي كان معايا؟ واحد من ايه؟ من 10. يبقى 10% صح؟ وصلت؟ طيب يبقى السؤال هنا اهو، ده دلوقتي خزن من عندنا 10% صح؟ يبقى ده خزن من عندنا 10% صح؟ ده خزن من عندي كام؟ ايه؟ هياخد ال 10 ويخزن كام؟ 1% صح؟
ماشي. ده هياخد الواحد في المية ويخزن منه كام؟ 0.1. ليه؟ لأن هو بيسألني على اللي موجود عندي مش الأصل. أنا شو حاجة؟ لا إله إلا الله. تاني. لا إله إلا الله. هو هنا ابروكسيميت، ما انا عدت الحته دي مرتين. بص كده، وات از ذا بيرسنتج اوف ذا توتال انرجي اوبتيند. انا لو غيرت الكلمه دي خليتها ايه؟ اوبتيند، اوبتيند باي باي تو بلانك. ثانية، هي يعني هو البوينت 1 ده في الاوبتيند ولا في الانكوربريتد؟ سؤال صغير بس دلوقتي، نمبر 4، نمبر 4 ده هيبقى عنده قد ايه من الطاقه اللي خدها الفايتوبلانكتون؟ الفايتوبلانكتون اوبتند كام؟ 0.1 100 إيه؟ صح؟ ماشي. اوبتند 100، ستورد كام؟ 10. تمام؟ وبعدين اللي بعده هيوبتن 10 ويستور كام؟ 1. خلاص مشينا زي الرسم. اللي بعده هنا اوبتند 1 وهيستور كام؟ 0.1 صح؟ ده هيوبتن 0.1 وايه؟ ويستور 0.01 صح؟ تمام. طيب لو انا شلت الايه الجمله دي زي ما هو شالها بقى، يعني هي البوينت 1 دي على اساس اوبتند، على اساس ايوه دي اوبتند باي فايتو بلانك. هو هنا بيقول ان انا بدايتي الستورد اصلا في الفايتو بلانك، جسم الفايتو بلانكتون ستورد فيه 100 جرام، جسم الفايتو بلانكتون ستورد فيه 100 جرام. طب معلش سؤال، يعني ال 100 جرام دول هيتاكلوا صح؟ ثانية بس، إجابة السؤال نفسه كده السؤال الأساسي 0.01 صح؟ لا بوينت، ما هي إجابة السؤال نفسه أهي بقى. يلا تعالي معايا، الفايتو بلانكتون ستورد كام؟ اللي موجود فيه وزنه دلوقتي 100 جرام مثلا، معايا؟ ده ال 100 جرام دول هيتاكلوا كلهم ولا هيتاكل منهم 10%؟ 10. ليه 10%؟ ما هو وزنه 100 جرام، انا هاكله على بعض. ماشي. وصلت؟ وصلتش وصلتش. ليه ما وصلتش؟ انا دلوقتي بقول ان البلانت او الفايتو بلانكتون واخد 100 يونت، 100 يونت من الشمس. تمام؟ فوزنه 10 جرام، لو انا قلت ان البلانت واخد 1000 يونت من الشمس. فايه؟ فوزنه بقى ايه؟ بقى 100 جرام، وهنا اتعاملت بالجرامات مش بالبرسنتج، ماشي؟ انا دلوقتي بقول ان البلانت ده الفايتوبلانكتون، الفايتوبلانكتون ده في كميه طاقه في جسمه تعتبر بالنسبه لي كام؟ دي البدايه بتاعتي، البدايه بتاعتي اللي هي ال 100% اللي انا هبدا بيها. هو ما جابش سيره الشمس هنا خالص، فهمنا؟ مش مفهوم. هو جاب سيره الشمس؟ ما جابش سيره الشمس في السؤال صح؟ يبقى فين الستارتنج بوينت؟ فين ال 100% بتاعتي اللي انا بسحب منها؟ الفايتو بلانت. ماشي. فده هنا هيصغر الرقم بقى، الفايتو بلانكتون دلوقتي وزنه 100%، ال 100% هيتاكلوا على بعضهم. هو ما قاليش ايه؟ هو قال لي دلوقتي البايوماس بتاعت الفايتو بلانكتون خلاص دي البدايه بتاعتي، ده وزنه اللي هيتاكل على بعضه. ماشي. تمام؟ فوزنه ده هيتاكل 100 كاملين على بعضهم. هيتخزن منهم كام؟ 10. بس ففرقت هنا اهو، هنا كنا بنقول ان متخزن 1% من طاقه الشمس. طب هنا على طول هو قال نبدا من الفايتو بلانكتون، خلاص يبقى متخزن 10% من وزن الفايتو بلانكتون. تمام؟ بس فالرقم هنا هيرحل هيبقى 0.1. تمام؟ هو ده سؤال اكت ولا سات؟ بس معلش. ده سات. طب الحمد لله. انا نفسي نرمي بقى عشان هو ايه مش هي يعني مش هيغلس كده في الايه في الاكت. يلا بينا مستر. نعم معلش. طب هو هيسالني على 90% الباقي ولا ما؟ لا تمام، شكرا. العفو.